طلبة الصف السادس الإعدادي ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ هنحل ان شاء الله النهارده اختبار تراكمي رقم 8 صفحة 14 من كراسة المعاصر حتى الدرس الرابع في الوحدة التانية. السؤال الأول: إذا كان س في ص بيساوي 7 فإن ص تتغير مع نقط. هنا لو أنا قسمت الطرفين على الص يبقى س بتساوي 7 على ص، أو لو قسمت على س يبقى ص بتساوي 7 على س، يعني ص تتغير عكسيا مع س. يبقى ص تتغير عكسيا مع مين؟ مع س. ناخد الإجابة بتاعتنا اللي هي الإجابة ج. علم على رقم، علم على إيه؟ على ج. السؤال اللي بعده: إذا كان ص تتغير عكسيا مع س وكانت س بتساوي جذر 3 عندما ص بتساوي 2 على جذر 3. لأن ثابت التناسب بيساوي نقط، إحنا عايزين نجيب ثابت التناسب. نكتب العلاقة الأول: طالما ص بتتغير عكس مع س يعني أقول ص بتساوي م على س. أنا عايز أجيب الثابت اللي هو الميم، بعوض مكان الص ب2 على جذر 3 والميم زي ما هي ثابتة والس كانت بجذر 3، بختصر فيبقى قيمة الميم بتساوي 2. طيب السؤال اللي بعده: إذا كان س تربيع ناقص 4 س ص تربيع زائد 4 ص أس 4 بيساوي 0 فإن س تتغير مع نقط. خد بالك ده مقدار مربع كامل، يعني هنحله إزاي؟ هنحلل، يعني هنجيب جذر التربيع للأول وجذر التربيع للتالت وناخد إشارة اللي في النص واللي كل تربيع بيساوي 0. تمام، ناخد الجذر التربيع للطرفين فيبقى س ناقص 2 ص تربيع بيساوي 0، يعني س بتساوي 2 ص تربيع. هنشيل علامة التساوي اللي عندي والثابت ونعمل علامة التناسب، فتبقى س تتناسب مع ص تربيع، س تتناسب طرديا مع ص تربيع، مفهوم؟ طيب السؤال اللي بعده: إذا كانت ص بتساوي م على س حيث الميم ثابت لا يساوي الصفر فأي العبارات الآتية عبارة خطأ؟ طالما ص بتساوي ميم س يعني ص بتتغير طرديا مع س وس تتغير طرديا مع ص وس بتساوي 1 على ميم ص، لأن احنا قسمنا على ميم يعني في الطرفين. تمام، يبقى كل دول صح. الخطأ الأخيرة اللي هي س تتناسب عكسيا مع ص غلط، يبقى الاختيار ده اللي هو الغلط اللي هنختاره. س تتغير عكسيا مع ص دي غلط، يبقى هناخد الاختيار اللي عندنا د اللي هو عايز الخطأ، لكن أ و ب و ج صح. طيب السؤال اللي بعده: الشكل الذي يمثل تغير طردي بين المتغيرين س و ص هو الشكل نقط. التغير الطردي بين س و ص دي العلاقة لو كتبناها مثلا قلنا س بتساوي م ص، دي علاقة بين س و ص من الدرجة الأولى، مستقيم بيمر نقطة الأصل لأن مفيش ثابت موجود في المسألة، يبقى المستقيم بيمر نقطة الأصل صفر وصفر، فيبقى عندك س بتساوي م في ص، يبقى ناخد الرسمة الأولى. تمام، السؤال اللي بعده: إذا كانت س أكبر من 1 وأقل من 3 والس عدد حقيقي فإن 3 س ناقص 1 بتنتمي النقط. يبقى أنا هضرب في 3 وبعدين أطرح 1. خد بالك دي فترة مفتوحة لأن هنا العلامة مفيش فيها علامة التساوي، علامة أكبر من بس اللي موجودة، س أكبر من 1 وأقل من 3 يعني س محصورة بين 1 و3، هضرب في 3 وأطرح 1 يبقى 3 في 3 ب9 ناقص 1 ب8، وهنا 3 في 1 ب3 ناقص 1 ب2، يبقى آخد الإجابة بتاعتنا اللي هي إيه؟ 2 و8. فهمتوا الفكرة؟ يبقى أنا هنا ضربت في 3 وبعدين طرحت 1، يبقى 3 في 1 ب3 ناقص 1 ب2 و3 في 3 ب9 ناقص 1 ب8، يبقى اخد الاجابه بتاعتنا اللي هي الاجابه ج. السؤال رقم 7: اذا كانت داله س بتساوي 3 وداله 3 زائد داله سالب 3 بتساوي نقط. خد بالك دي داله ثابته، طالما داله ثابته قيمتها ما بتتغيرش، يبقى داله 3 تطلع ب 3 وداله سالب 3 تطلع ب 3 برضه، لما اجمع 3 و 3 مع بعض هيعطيني 6. السؤال اللي بعده: اذا كانت س و ص النقطه س و ص تقع في الربع الثاني فان س في ص بنقط. عارفين الربع الثاني بيكون اشارته سالب وموجب، والربع الاول بيبقى موجب وموجب، والربع الثالث بيبقى سالب وسالب، والربع الرابع بيكون موجب وسالب. طب هو الربع الثاني بياخد السين فيه سالبه والصاد موجبه، يعني يبقى سالب وموجب. طب لما اضرب سالب في موجب اضرب السين في الصاد هيطلع بسالب، العدد السالب بيبقى اصغر من الصفر. طيب السؤال اللي بعده: اذا كانت الصاد بتساوي 3 ناقص كاف حيث الكاف بيتناسب
عكس س مع س، وكانت ص بتساوي 5 عندما س بتساوي 1. اوجد العلاقة بين س وص واحسب قيمة ص عندما س بتساوي 3. هنا أولاد كاف بتتناسب عكسيا مع س، يعني بقول له إن الكاف بتساوي م على س. كاف بتتناسب مع 1 على س، يبقى كاف بتساوي م على س، حيث الم ثابت لا يساوي الصفر. برجع بقى بعد كده إيه أعوض في التمرين بتاعي، هشيل الكاف وأكتب مكانها م على س، يبقى ص بتساوي 3 ناقص م على س. دي العلاقة اللي عندي. طب أنا عشان أجيب العلاقة لازم أعرف قيمة م بكام، فعوض مكان الصاد بخمسة ومكان السين بواحد، يبقى 5 بتساوي 3 ناقص م، م على 1 بم، يبقى 3 ناقص كام يديك 5؟ 3 ناقص سالب 2، يعني الميم قيمتها هتبقى بسالب 2، يبقى 5 بتساوي 3 ناقص ايه م، يعني الميم بكام؟ بسالب 2. فهمنا؟ ممكن نعملها معادلة، نودي التلاتة بعكس الإشارة ونجيب مكانها الرقم. أيوة، يعني أقول له م بتساوي سالب 5 زائد 3 يعطيك سالب 2. وديت السالب م بعكس الإشارة الناحية التانية، ووديت الخمسة مكانها بعكس الإشارة، بقت سالب 5 زائد 3 ها يساوي كام؟ سالب 2، يعني الم هتطلع بكام؟ سالب 2. طيب بعد ما جبت الم بسالب 2 بتعوض بقى في العلاقة بتاعتك عشان إيه تكتبها. اقول له ص بتساوي كام على كام؟ يبقى 3 ناقص 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 يبقى موجب ها 2 على س، يبقى ص بتساوي 3 زائد كام يا اولاد؟ 2 على الس، لان حطينا مكان الس السالب، خد بالك سالب في سالب بموجب، شايفها؟ سالب في سالب بموجب، فيبقى ص بتساوي 3 زائد 2 على س. رجع بعد كده قال لك ايه بقى؟ اوجد قيمة ص عندما س بتلاتة. ثم عوض بقى تقول له عندما س بتساوي 3 في المسألة، يبقى الص بتساوي 3 زائد 2 على 3 اللي هي 3 وتلتين، يعني نجمع 3 وتلتين مع بعض عشان نضرب قيمة الص، يبقى 3 وتلتين اللي هي ايه 11 على 3، يبقى الص بتساوي كام؟ 11 على 3. فهمنا كده؟ دي قيمة ايه؟ قيمة الص. السؤال اللي بعده، إذا كان 3000، شوف التمرين اللي بعده يا أولاد، إذا كان 3000 ناقص 2 ج على 3 ب ناقص 2 د بيساوي أ على ب، عايزين نسبة إن أ وب وج ود كميات متناسبة، يبقى أنا هعمل طرفين في وسطين، هضرب، هعمل مقص يعني، هضرب ب في البسط وأ في المقام، يبقى 3000 ب. وزع، استخدم خاصية التوزيع، اكتب الحل، اكتب الحل يا ولاد معايا، يبقى انا هضرب الالف في المقام والب في البسط، ووزع تبقى 3 الف ب ناقص 2 ب ج يساوي 3 الف ب، نكتب الف في 3 ب يبقى 3 الف ب ناقص 2 الف د. لاحظ ان 3 الف ب و 3 الف ب نقدر نختصرهم مع بعض، تمام، ونشيل سالب 2 كمان مع سالب 2، نختصر بعد كده نقسم على سالب 2. يبقى معايا ان ب ج بتساوي ا في د. تحول بقى نعملها نسبه، نقول ا على ب بتساوي ها ج على د، لان ال مضروبه في د والب مضروبه في ج، وبالتالي اثبتنا ان الكميات متناسبه. طالما ا على ب بتساوي ج على د، اذا الكميات ايه يا اولاد؟ الكميات بتكون متناسبه. فهمنا كده الدرس؟